نعمل بقى الفطائر قبل الوقت ما ياخدنا. الفطائر معانا عبارة عن ايه؟ 3 كوبايات من الدقيق اللي هم نص كيلو دقيق، معانا 3/4 كوباية سكر، الفطائر حلو طعمها حلو ومسكرة، معانا نص كوباية من السمنة، بيضة، معلقة خميرة، معلقة بيكنج باودر، كل ده كبير، معلقة كبيرة، معلقة كبيرة، معلقة كبيرة قهوة، وشوية من الفانيليا. تمام؟ بنعمل ايه بقى؟ هنعمل اول عجينة كلها بيضة عادي خالص. تمام؟ هنحط السمن، بسم الله الرحمن الرحيم، نص كوباية سمنة، كوباية الا ربع سكر، فانيليا، البيضة، نقلبهم. شوية مية أو لبن قد نص كوباية كده، معلقة خميرة كبيرة، معلقة بيكنج باودر، القهوة لوحدها، هنزل الدقيق 3 كوبايات. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله بسم الله. أظبط العجينة بقى بالمية أو باللبن. حاضر، ماشي، هاخد نص العجينة اهي كده، نصها واطلعها بره، ونحط على التانية ايه؟ معلقة القهوة. احط معلقة القهوة ازاي؟ سنة مية قهوة زيت الذوبان، سنة مية ضربها فيها، ولو عايز تجيب بعد كده ظبطها، يعني لو انا حطيتها ولقيت العجينة طريت قوي هظبطها عادي. معلقة قهوة كبيرة، ومعليها معلقة مية، عليها حوالي ايه؟ معلقة مية، لانك انت لو حطيتيها خرز زي ما هي كده هتلاقيها ايه؟ فضلت خرز برضو. مجرد ما تركنيها شويه صغيرين كده جنبك هتلاقيها ايه؟ على طول دابت. بس واروح بقى ايه؟ سايباها كده واغطيها. شايفه العجينه بتاعتها اهي كده، احطها واغطيها بقى واظبط العجينه الثانيه، هتعوز سن الدقيق عشان معلقه الميه اللي حطيتها. هسيبهم بقى يخمروا ونشتغل بيهم. عملناهم ازاي؟ جبنا 3 كوبايات من الدقيق، عليهم معلقه من الخميره، معلقه وكوبايه الا ربع من السكر، وبيضه وفانيليا، ونص كوبايه من السمنه. عجننا كله مع بعضه بالميه، وبعد كده خدت نص الكميه شلتها، والنص التاني حطيت عليه، ذوبت له معلقه قهوه وحطيته عليها. ممكن تنزلنا المقادير التانية يا شباب، مقادير العجينة فطائر الايه اللي بالقهوة دي. دي حاجة كده مسكرة للايه؟ لل مش مسكرة قوي بس حلوة، حاجة مش حادقة يعني، مش بجبنة ولا حاجة، لا هي كده لذيذة، هتعجبكم ان شاء الله على خير، جنب الشاي، جنب القهوة، جنب شاي بلبن. بفرد العجينة دي كده اهي، ماشي، والقهوة كمان، نفرد نفرد قد بعضه كده، حاول يكون السمك واحد. بص بقطعها بقى كده، طبعا تعملي الحجم اللي انت عايزاه. هناخد، انا عايزه اتاخد دول شويه كده، تعالوا تعالوا تعالوا، هناخد دي كده ماشي، وهناخد ايه عليها دي.
بص انا حطيت واحده ايه ساده مع واحده قهوه، واحده ساده مع واحده قهوه، وافردهم على بعض. خلاص اهي كده، حبه التفاح دقيق دي انا عايزه امسكهم بعض كده شويه، عشان دي طبعا بيعمل عازل اهو. هتقولي الله، طب ليه بالاول ما حطهمش فوق بعض وبعدين قطعتي بالقطاعه؟ ما هيفضل بقى هنا ايه اجزاء كتير ملونه كده على بعضها. فلا دي انا ممكن افردها اعملها كره تاني بقى كل الشكل زي بعضه، ودي افردها واعملها كره تاني واقطع نحطه يبقى كل الايه كل الفريق شبه بعضه. مدوره اهي خلاص. باخد بقى بقطع حته كده منها واعملها قرطاس الفها كده. كده حته منها والفها على نفسها. ممكن عايزه تحشيها شوكولاته احشيها شوكولاته. لفها تلف حوالين نفسها كده اهي، نحولها الى قرطاس اهي. بص الشكل اهو. حبه لو قطعه شوكولاته هنحطها فين؟ لو انت عايزه تحشيها شوكولاته، ده برده القهوه مع شوكولاته حلوه قوي، حطيها هنا فوق دي على طول كده. لو لقيت حته دلوقتي هجيبها لكم. واروح لفه 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 وقت ايه بالشكل ده، واخليها على الناحيه اللي هي الاخيره هي اللي نايمه عليها كده. خلاص اهي بالشكل ده خلاص كده.